مساء الخير لكل مشاهدي قناة العالم سوريا. الجزء الأخير اليوم رح يكون معنا بتمارين المقاومة، رح يستهدف مجموعة عضلات الرجلين يلي هي التمرينات الأساسية للجسم. مثل ما كلياتنا بنعرف، التمرين الأساسي بالرجلين هو السكوات يلي بيستهدف كامل عضلات الرجلين. رح استخدم فيه السيركل ستايل بالباند، رح ادعس بهي الطريقة. ارفع الايدين بهذا الشكل مشان يصير عندنا الفرونت سكوات. انزل نزله كامله، اطلع واقف مثل ما انا كنت. بدي احاول انه ضل مستقيم، ما اثني ظهري باتجاه الامام. وانا عم بنزل بدي احاول الهيبس على مستوى ركبتين. التمرين الثاني الأساسي بالرجلين هو اللانجس يلي بستخدم فيه الباند تبع القبضات. أنا من وضعية الثبات رح أدعس على الباند برجل واحدة، أخذ خطوة باتجاه الخلف، أرفع الإيدين بهذا الشكل. هلأ رح أنزل بالركبة الخلفية، قبل ما أدق الأرض بشوي أرجع أطلع وقف وقفة كاملة بهذا الشكل. بدي أحافظ دائماً على ركبتين بتسعين درجة، وأنا جسمي دائماً بيضل ستريت، منزل مستقيم، بطلع مستقيم بهذا الشكل. التمرين الأخير اللي حستهدف فيه القسم الخلفي من عضلات الرجلين اللي هن الهامسترينجز، رح استخدم هذا النوع من المطاطة اللي هو السيركل تيوب. من هاي الوضعية أنا رح أدعس على الباند بهذا الشكل، بعمل له كروس هذه الوضعية. هلا لحتى استهدف القسم الخلفي من عضلات الرجلين لازم انا اشد ركبتين بهذه الطريقة. بطلع بوقف وقفة كاملة، لما انزل بس بتني بالظهر. هيك بنكون خلصنا كامل تمارين الرجلين بالنسبة لحبال المقاومة، بنكون غطينا كافة تمارين المقاومة لكافة العضلات. على أمل نشوفكم الأسبوع الجاي بتمرينات جديدة وفقرة رياضية جديدة. ضلوا بخير.